الله. مهند السيد هاشم. مهند السيد هاشم بادرة طيبة تحسب لعلي سلمان غالي. طبعا أحييك عليها وأشكرك عليها بنفس الوقت، وأيضا ننقلها من خلال هذه الحلقة أنه مبادرة طيبة علي سلمان غالي في حلقة من الحلقات كان في دار مهند الشاعر مهند سيد هاشم، الله يفرج عنه والله ينطي الصحة والعافية. يعني هي مو مسألة دار، أنا شلت قضية مهند سيد هاشم على قلبي لسنوات طويلة، يعني ما خليت مسؤول ما خاطبته، ما خليت مسؤول ما ناشدته، ما خليت مسؤول ما استخدمت علاقات الخاصة من أجل أن أفيده. أنا 10 حلقات 20 حلقة حاكي بها عن سيد مهند سيد هاشم، وحلقة واحدة اللي تحكي عليها كان بالبيت هاي أنا سويت ليها، مشكور عليها. لكن يعني أخيرا شفنا كل الأبواب مسدودة، انتخينا إحنا كشعراء حتى نسفر مهند سيد هاشم، وعلى يعني حسابنا الخاص وعن طريق مناشداتنا فنجمع مبلغ من شعراء العراق، مبلغ رهيب يعني 42 مليون تقريبا ما شاء الله. يعني. وكان لإخواني الشعراء عماد الناصر جمال الأزبكي يعني يد طولة بهذا الموضوع، مبلغ هذا نجمع بحيث قدرنا نسفره. مهند عنده أمراض كثيرة، بحيث من خابرت للهند أنا خابرت حتى أستفسر وين راح يروح، يعني يا طبيبي، فسألني ذاك المترجم هاي الأمراض اللي عددت ليها، الغدة الكظرية والفقرات وحمى ما أدري حمى داء الذئب الاحمراري وغيرها، قال هذه كلها بشخص واحد؟ قلت له بشخص واحد، قال لي أوقف لا تخلي أشوف له مستشفى كامل مو. فرجع الجواب، رحنا صعدنا بالطيارة، قالوا ما يصعد يعني إلى يوم الطيارة اللي نصعد أنا وعماد وجمال وبعد ما أدري من شان يعني ما قبلوا، قالوا لي هذا ما عنده أي أكسجين بجسمه يموت بالطيارة، تحايلنا بالموت الأحمر، يا الله وصلنا لهناك. مهند السيد هاشم يعني نفخ جسمه من الأبر بحيث صار يعني ما يلبس أي ملابس غير الدشداشة الكبيرة، باليوم الواحد من أبرة إلى أن صارت 12 أبرة يا الله يرتاح. اليوم نقرأ على صفحات التواصل الاجتماعي أنه حالته اليوم تعبانة، يعني متواصل يومي ويعني متواصل. ومهند سيد هاشم اسم لا يمكن أن نغفله، أكيد. فلذلك يعني أيضا حتى من خلال برنامجه من خلال حلقتك يعني من خلال حلقتك يعني إذا هذا من وقت حلقتك يعني أنه ناشد الناس اللي يقدر يساعد هذا الشاعر مهند سيد هاشم وكاتب له تقول أجمل قصائد. أي والله العظيم بس فاجأتني ما أستذكرها، سأخاف موت القصيدة يعني. سبحان الله. يعني من أجمل القصائد، هو اللي طلب مني أنك خابرني في يوم لين بثنتين بالليل، قال لي علي أريدك تحكي له يا زهرة. استغرب شنو أحكي لك يا زهرة؟ قال لي أن بعد ما تحمل الألم. قلت له زين أنا شنو حتى أحكي لك يا زهرة؟ هو أنت سيد المفروض أنت بنا. قال لا أنا قلت له يعني دائما أدعي لك، قال لا أحكي لي بشعر يا أحكي لي الشعر. كتبت له قصيدة؟ كتبت له قصيدة يعني من ما حافظ كل شيء منها؟ لا يعني لو تعطيني مجال بعد شوي ربما أتذكر شيء منها يعني. يا الله حلو، لعد راح ننتقل لصورة أخرى ودعواتنا لمهند سيد هاشم إن شاء الله بالشفاء العاجل.